بمناسبة ديال 110 سنة ديال الوجود ديال الشركة العامة سوسيتي جينيرال في المغرب، تأينا أنه نعملوا هذه المبادرة مع بشراكة مع لا فونداسيون محمد موزي، لا فونداسيون دي موزي، مبادرة باش اخترنا 110 ديال اللوحات من لا كوليكسيون ديال لا سوسيتي جينيرال اللي فيها اكثر من 1200 لوحه، 110 اللي تتعبر على التاريخ ديال الفن الجديد، الفن المعاصر ديال في المغرب، واللي تعطينا فكره على كيفاش تطورات والتراكمات اللي عرفها الفن في المغرب. بهذه المناسبه ايضا تنعلنوا بانه تم قررنا انه غادي نفتحوا معرض خاص بشراكه مع لا فونداسيون، معرض خاص اللي غادي يكون في المقر التاريخي ديالنا في الدار البيضاء، اللي هو ايضا هذا المقر ايضا من التراث، اللي غادي يكون معرض خاص ودائم ومستدام، اللي غادي يكون في الدار البيضاء العام الجاي ان شاء الله اخر سنه المقبله غادي تفتح هذا المعرض، واللي غادي يكون فيه معرض دائم، واللي غادي يمكن لنا دوكا تنتمناو، الطموح هو انه نساهموا في اثراء الساحه الفنيه والساحه الثقافيه في المغرب. Thank you.